السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سيدي أنس، تفضل. مر سيدنا أنس لتوه وألقى السلام، ولم تطلب منه الدعاء ككل يوم. أوه سبحان الله، لم أنتبه، سأنتظر عودته في صلاة العصر. والله إن اليوم الذي يبدأ به يكون رزقنا فيه واسعاً، إني لأتفاءل برؤيته. كيف لا تتفاءل برجل تربى في بيت النبي ودعا له صلى الله عليه وسلم؟ سمعت أنه روى 2286 حديثاً عن النبي، وتلامذته لا يكادون يعدون ولا يحصون. كيف فاتتني منه دعوة أنتفع بها في دنياي وآخرتي؟ فلنسرع يا سيدي حتى لا تفوتك الصلاة. يا أبا زيد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مشي إلى المسجد كان له بكل خطوة 10 حسنات، وأريد أن أزيد في حسناتي، وينبغي ألا نأتي المسجد ونحن نجري. كيف أجادلك؟ أنت صحبت النبي وسمعت منه. إلى البيت يا سيدي. هيا إلى البيت يا أخي. اهدأه قليلا ولا تفسع الغلام. تعال هنا، أنا أنس بن مالك يا صديقي. ومن لا يعرفك يا سيدي؟ وأنا زياد. لماذا تجري هذه السيدة وراءك يا زياد؟ لعله سرق منها شيئا. لم يسرق شيئا، إنه ابني، يرفض أن يشرب الحليب الساخن، لقد أضحى هزيلاً كما ترون. ولما ترفض أن تشرب الحليب يا صديقي الصغير؟ لا أحب مذاقه. حسناً، سأعقد معك اتفاقاً لو تقبله. ما هذا الاتفاق؟ أحكي لك عن قصة غلام خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومواقفه معه وشيء من سيرته، فإن أعجبتك أرحت أمك وشربت. اتفقنا. ماذا بك يا أمي؟ تجئين وتذهبين، هل ثمة شيء يضايقك؟ لا يا أنس، وإنما جاء الناس إلى النبي فأعطوه هداياهم، والنبي يقبل الهدية، ولا أجد ما أهديه له. إن النبي لا ينتظر شيئاً من أحد، وهو يقبل الهدايا لئلا يحرج أصحابها، ثم يوزعها على الفقراء والمحتاجين. نعم، لكنني أرجو أن أكون ممن يهدي للنبي أغلى ما عنده. ألست أغلى ما عندك يا أمي؟ أنت نور عيني، ومن يكون أغلى من الإبن على أي أم؟ إذن؟ ماذا تريد أن تقول يا أنس؟ فاهدني أنت إلى النبي. فقبلني النبي ودعا لي، وانتقلت إلى بيت النبوة، إلى دار عامرة بالإيمان والتقوى والحب والتقدير. لكن قل لي، هل كان يجبرك النبي على فعل شيء أو يلومك على ترك شيء ما؟ ما عاتبني على شيء فعلته، وما ضربني قط، وما قال لي لما لا تفعل على الإطلاق. لكن سيدي أنس كان يخدم الرسول بأدب ويفعل ما يريده منه دون سؤال أو اعتراض. غير أنني في يوم تأخرت عليه. تعال يا أنس، شاركنا اللعب. إني ذاهب لقضاء أمر للنبي، فلتلعب معنا ثم تذهب.
وبينما أنا ألعب فإذا بالنبي ممسك بي وهو يضحك ويقول: يا أنيس. يدللني ويقول: يا أنيس، أذهبت حيث أمرتك؟ إني ذاهب يا رسول الله. فتركني النبي أذهب ولم يعاتبني ولم يلم علي. إن هذه الأخلاق وهذه المعاملة أجبرتني على أن أكون خادماً مطيعاً للنبي. ما رأيك بالقصة؟ هل تستحق شرب الحليب؟ تستحق شرب ناقة كاملة. اسمعني يا زياد، عليك بأمك، إلزمها، كن عند قدميها. لقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر فقال: الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين. فجعل عقوق الوالدين بعد القتل يا زياد. وكيف لي أن أحسن أنا إلى والدتي وأنا لا أعمل ولا أملك مالا؟ يقول الله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وهذا كله باللسان يا صديقي الصغير، فأحسن الحديث مع أمك. أتعرف ما أنا فيه يا زياد بسبب أمي؟ كيف؟ عندما قدمتني أمي لخدمة رسول الله طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لي. يا رسول الله، ادعو الله لأنس. فدعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه، فإن لي من الأولاد من لا أعرف عددهم، وإن لي بستانا يحمل الفاكهة في السنة مرتين ويجيء منه ريح المسك، فهو معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. لقد أضعتم الوقت يا أصدقائي الصغار، إنه وقت الصلاة، هيا بنا إلى المسجد. هيا هيا بنا هيا. إذا بررت بأمي وأحسنت معاملتها أتدعو لي؟ أعرف أنك ستفعل لأنك فتى صالح، فإذا أحسنت معاملة أمك سيطلب منك الناس أن تدعو أنت لهم. بارك الله فيك يا زياد. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.